كيف نجمع بين قوله تعالى ويقتلون النبيين وقوله إنا لننصر رسلنا؟ أقول وبالله التوفيق، إن الرسل الذي كتب عليهم القتال نصرهم الله، أما الأنبياء الذين كلفوا بالتبليغ فقط دون قتال فمنهم من قتل ومنهم من لم يقتل. ثم أقول لك، ليس النصر متمثلا في عدم القتل أو في ليس النصر متمثلا في أننا لا نقتل أو نقتل، لأن القتل فوز أيضا، إذا قتلت وأنت على الإسلام والإيمان فهذا فوز. فزت ورب الكعبة، لما قتل قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فالثبات على الدين والحق حتى الممات يعد فوزا.